ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم
وعقب الكافرين النار. صدق الله العلي العظيم. التوجيهات الدينية من العتبة الكاظمية المقدسة. الإخوة المؤمنون، أعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء بذكرى استشهاد تاسع أنوار الهدى الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام. عندما نستذكر الإمام الجواد عليه السلام فإننا نستذكر آية من آيات الإمامة الإلهية، إذ بدأت معه تولي القيادة الإلهية في سن مبكرة، والتي تكررت بعده كما بدأ معه مفهوم الوكالة والمراسلات السرية وبناء الجماعة الصالحة، تمهيدا لمرحلة الغيبة الصغرى وعصر الغيبة الكبرى التي نعيشها في زماننا هذا، والتي ابتدأت أيضا بتولي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف القيادة الإلهية في سن مبكرة. فكان الإمام الجواد عليه السلام أول إمام يمهد لعصر الغيبة على أرض الواقع عمليا. عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: قلت لمحمد بن علي بن موسى بن جعفر عليهم السلام: إني لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد عليهم السلام، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. قال: يا أبا القاسم، ما منا إلا قائم بأمر الله وهاد إلى دين الله، ولكن القائم الذي يطهر الله به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأها عدلا وقسطا، هو الذي يخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه ويحرم عليهم تسميته، وهو سمي رسول الله وكنيه، وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب، يجتمع إليه أصحابه عدة أهل بدر 313 رجلا من أقاصي الأرض، وذلك قول الله عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر أمره، فإذا أكمل له العقد وهو 10,000 رجل خرج بإذن الله عز وجل، فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الممهدين لدولة العدل الإلهي، والسائرين على نهج محمد وآل محمد. وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد تاسع أنوار الإمامة الإلهية مولانا محمد بن علي الجواد عليه السلام، ببركة الإمامين الكاظمين الجوادين عليهم السلام، وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن علي سلام الله عليك يا أبا الحسن. أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أبدا دائما، لا إله إلا الله، بها نحيا وعليها نموت. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اشف كل مريض، واقض حاجة كل محتاج، وخصوصا من عنيناهم، إنك على كل شيء قدير. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وشهدائنا الأبرار، وعلمائنا الأعلام، وأموات خدمة هذه العتبة المقدسة، وأموات زوار الإمامين الكاظمين عليهم السلام، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأولاده المعصومين حجة الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأولاده الأئمة الطاهرين حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. تكبيرة الإحرام يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآله. الله أكبر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآله. الله أكبر، بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عجل لإمامنا الفرج واقضي حوائجه، وصل على محمد وآله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآله. الله أكبر.